فبالتالي انت بتدور على لعيبه محليه من دلوقتي في كره اليد. هل الزمالك ما جابش لعيبه؟ لا، جاب اكتر من لاعب خلال الفتره اللي فاتت بسياسه ان بجيب لعيبه صغيره تقدر تدخل في الفريق، تقدر تكون فريق، خصوصا ان الكواليتي بتاع اللعيبه دلوقتي مش بقى احسن حاجه زي الاول. انت جاي في فتره، فتره الانتقالات كلها كل اتقفلت. كذلك انت يعني انت دلوقتي انا اعرف ان الزمالك وبالاسماء اتم تعاقده او اتفاقه عشان نكون واضحين اكثر ايضاحا، يعني اتفاقه مع اكثر من لاعب في كل اللعبات الجماعيه، بما فكره على فكره كمان بما فيها كره القدم. ليه؟ عندك قماش بالبلدي كده، قماش الصيف واسعه زي ما بيقولوا، انت عندك فترة تعاقدات أو انتقالات صيفية فيها الوقت بعد نهاية مواسم، فبالتالي عندك إمكانية إنك تستقدم لعيبة حسب ما أنت حسب احتياجاتك، واخد بال حضرتك؟ فبالفعل استعدادا للموسم الجديد، أعتقد إن الموسم اللي إحنا بصدد نهايته ده أو اللي انتهى يكاد يكون انتهى باستثناء فاضل في بطولة كأس مصر كرة اليد، إن شاء الله الزمالك يقدر يفوز بالبطولة، في بعض اللعيبه تم الاتفاق بها عشان في فتره انتقالات صيفيه في وقت متاح انك تتعاقد مع لعيبه، سواء عقودها انتهت فبتتفق معاها اتفاق مباشر او عقودها لم تنتهي فبتخش من الباب الشرعي او من بطريقه شرعيه بطريقه لا تخالف اللوائح انك تتعاقد مع او تتفق او تتفاوض مع الانديه بتاعتها. الانتاجات في اليد كان غلق باب القيد زي ما قلت لحضرتك، تم خلاص انتهى، مش قادر تجيب لعيبه، مفيش كمان في الباسكت، انت رحت جبت محترف، كل الجماهير واحنا كلنا كنقاد اشدنا بمستوى المحترف لما جه وشارك في اول او ثاني مباراه. بالتالي انت ما قدرتش بعد كده تستفيد من اللاعب، حصل له هبوط مستوى، حصل له خرج عن مستواه الفتره اللي ما حصلوش توفيق، وده حصل وده برضو امر وارد. هتروح للكره الطايره، انت جبت لاعب اللي هو كاتيتش، لاعب مصنف وراء ولاعب له ترتيب عالمي من اقوى اللعيبه، برضو بقى دخل، يعني انا كمجلس اداره بروح اتعاقد، الموضوع بقى الملعب والسته والسبعه والثمانيه اللي في الملعب اللي بيختارهم هو المدير الفني. المدير الفني ما استفادش منه او ما عرفش يطلع اكثر من عنده، ده مسؤوليه مدير. مدير فني هو اللي بيدير المباريات. الفتره اللي جايه اعتقد انها تكون احسن من كده بكتير، خلي بالك برضو في انديه ثانيه راحت جابت في لسه مش من كتير قوي، ده من موسم ولا من اتنين من موسمين جابوا لعيبه بمبالغ طائله وبرضو لم توفق ولم تؤدي المطلوب منها وخسر كل البطولات اللي شاركوا فيها. دي حقيقه. طيب هل اتفضل في الطايره كمان؟ ايوه بتكلم حضرتك في الطايره واليد واليد اللي قبليها في السنه بنفس السيزون برضه راحوا جابوا لعيبه من اليد ما عملش حاجه. صحيح الجزيره دعمت، انت دعمت